بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل تكميل الرواية الشريفة في احتجاج رسول الله مع بعض اليهود، نذكر أو نكمل بعض النقاط التي طرحناها أمس. الأمر الأول، أن الفضائل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام إنما هي لبيان مقام أمير المؤمنين أولاً، ولإتمام الحجة على المخالفين ثانياً. فلذلك نرى أن المخالفين إنما سعوا أن يسلبوا هذه النقطة التي هي نقطة قوة لأمير المؤمنين، تارة بإنكار الفضائل، يعني يأتون وينكرون فضائل علي بن أبي طالب، كلا هذه ليست فضيلة، كما صنعه ابن تيمية في كثير من الفضائل، إما يكذب الخبر سندا وإما يكذب الدلالة، مع أن الدلالة ظاهرة قد تكون صريحة أنه هذه ليست فضيلة، أو سرقوا تلك الفضائل. أمير المؤمنين كان هو الفاروق الأعظم والصديق الأكبر، سرقوا هذه الصفات وأعطوها للآخرين، وإما الطريقة الثالثة التي هذه الطريقة أيضا تحتاج إلى تحقيق، نظرة بدوية يعني في الموضوع الدي، أضافوا فضائل مكذوبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ظاهرها فضيلة ولكن واقعها رذيلة، أو إثبات أمر آخر. مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يأتي ويصلي خلف أبي بكر، وأبو بكر يقول يا خالد لا تفعل ما أمرتك. زين، الظاهر أن وليد أمير المؤمنين أخذ بخالد ابن وليد بتلك الطريقة الخاصة، أخذه وخالد فعل في نفسه ما فعل، وبعد ذلك الموقف المعروف. السؤال، ظاهر هذه الرواية فضيلة، ولكن ألا تدل على أن علي بن أبي طالب عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام كان يصلي خلف الأول، مع أنه في رواياتنا حسب التحقيق أن أمير المؤمنين لم يصلي خلفهما أبدا، حتى صلاة ظاهرية ما صلى. أكو في بعض الروايات أنه صلى، منها هذه الرواية اللي هي ظاهرها فضيلة. يمكن كان الموقف أن الأول أمر خالد بقتل علي بن أبي طالب سلام الله عليهما، وأمير المؤمنين عرف بالقضية وفعل ما فعل والتاريخ نقل، أما أنه صلى خلف الأول هذا أمر يحتاج إلى إثبات. وكثير أنا قد نظرة بدوية مو محل تفصيل هذا الكلام، شفت يمكن كثير من الروايات اللي ظاهرها روايات فضائل نقلها المخالفون، هذه إنما هي توحي بمسألة تخدم رؤية الطرف الآخر والمخالف، فهذا أيضا يحتاج إلى تحقيق أكبر. ورسول الله كما ذكرت جزء من البحث بارحة البحث السابق، رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كان يمجد بعض أصحابه أو بعض الصحابيات له، أيضا هذا التمجيد وهذه الفضيلة إنما كانت تصب في هدف خدمته خلافته وإمامة أمير المؤمنين. مثلا سلام الله على أمير المؤمنين أم أيمن، بشرها رسول الله بالجنة، وأم أيمن المبشرة بالجنة من لسان رسول الله، وقد ذكره في الطبقات وكتب أخرى للعامة أن هذه كأنما مو قضية مختصة بنا، وإنما الآخرون أيضا
رووا هذه الرواية أن أم أيمن مبشرة بالجنة، أم أيمن المبشرة بالجنة تأتي وتشهد مع أمير المؤمنين سلام الله عليه في فدك. هل امرأة مبشرة بالجنة تكذب؟ كلا. إذن ذلك الوسام الذي أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله لأم أيمن حتى تقف موقفا مشرفا لأمير المؤمنين، وكانت مدافعة لأمير المؤمنين في كثير من القضايا، وناقشت عائشة عند خروجها، وناقشت بعض النساء، وخطبت على المهاجرين والأنصار. هذه المرأة العظيمة كل مواقفها مع أمير المؤمنين وهي مبشرة بالجنة. وبالنتيجة تلك الفضائل رسول الله صلى الله عليه وآله ذكرها لبعض المقربين منه لمواقف. فواحد يمكن إذا يقدر يشوف التاريخ، يحقق في التاريخ، يجرد يشوف كثير من هؤلاء الذين ظلوا بعد رسول الله كانت لهم مواقف مع أمير المؤمنين بتلك الأوسمة لإتمام الحجة على الأعداء. هذا كتتميم للنقطة السابقة. أما النصاب فهؤلاء إنما كانوا يخالفون علي بن أبي طالب، ومخالفتهم لعلي بن أبي طالب سبب أنهم يخالفون جبرائيل وينكرون على جبرائيل فعله في إنزال الوحي، إنزال الوحي الإلهي في فضائل أمير المؤمنين. وبعد ذلك كانت مخالفتهم لله عز وجل الذي ينحاز تجاه علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. الناصب في اللغة كما يذكره اللغويون، الناصب إقامة الشيء ورفعه، ناصبه الشر والحرب، يعني رفع الحرب بوجهه، هذا معناه اللغوي. المعنى الاصطلاحي للناصب يعني من يجهر، يظهر العداء للأئمة المعصومين سلام الله عليهم بقلمه، بلسانه، بفعله، بمواقفه، بل حتى في تنقيصهم كما ذكره العلماء. يعني لو نقص من جلالة إمام فهذا هو النصب. النصاب كفار باتفاق الفريقين. أكو في رواية أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحاكم النيسابوري في المستدرك قال على شرط مسلم، هذه الرواية صحيحة، قال والذي نفسي بيده، أبو سعيد عن رسول الله، لا يبغض أهل البيت أحد إلا أدخله النار، يعني بغضه يدخله النار، لجهة البغض يدخل النار. وفي رواياتنا روايات كثيرة، مدمن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول مدمن الخمر كعابد وثن والناصب لآل محمد شر منه. في رواية الإمام الباقر تسأل شيعية أن تتزوج ناصبي، أو يسأل الإمام أنه هناك امرأة شيعية موالية تريد أن تتزوج بناصبيا، الإمام يقول كلا، شنو التعليل؟ لأن الناصب كافر. في رواية أخرى أن الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وإن الناصب أهل البيت لأنجس منه. أيضا الإمام الصادق سلام الله عليه، هنا من يبغض أهل البيت هذا ناصبي، من يبغض شيعة أهل البيت أيضا في روايات متعددة هذا ناصبي، وما أكثرهم الآن. يمكن واحد يدعي حب علي بن أبي طالب ولكن يبغض شيعته، هذا أيضا ناصبي. لاحظوا الرواية، يقول الصادق سلام الله عليه ليس الناصب من نصب لنا، لأنك لا تجد من يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد. واحد ما يصرح، المستبصر كان يقول إحنا في فترة في مدارس الرياض هناك تلميذ لابن باز كان يقول في المجالس الخاصة، كان وهابي، في المجالس الخاصة كنا والعياذ بالله نلعن علي بن أبي طالب، يعني يبغضون ولكن لا يظهرون. يقول المجالس الخاصة هكذا كانت. لعلة استبصاره أيضا كان يقول أنه ما دام أنا كنت متحمس جدا، فقالوا لي هناك مجموعة باسم الرافضة، ما دام أنت متحمس للدين تعال ألف في رد أفكار الرافضة، فأعطوني الكتب
فأنا شفت الكتب اقتنعت بفكر الرافضة فأصبحت رافضيا، ولكن آخر ما خرج من قلبي حبهم، هكذا كان يقول. وبعد التشيع بعد 4 سنوات أنا بلشت بالتوسل بالأئمة المعصومين، وكان يعني هذا المرسوخ في ذهني أن التوسل شرك، فأنا شيعي ومعتقد بخلافة علي بن أبي طالب، إلا أن التوسل يعني كان في قلبي شيء أن هذا التوسل قد يكون شركا، هكذا كانوا يصورون التوسل مو في عرض الله عز وجل، وإنما في طول الله كما يتوسل الإنسان بالصلاة ويتقرب بالصلاة إلى الله. إذن هنا في الرواية يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: لأنك لا تجد من يقول أنا أبغض محمدا وعلى محمد، من يقول يمكن يبغض في قلبه في المجالس الخاصة يتكلمون كذلك ولكن لا يصرحون. نعم الآن خب وهابية زماننا والدواعش كذا لا يصرحون ولا ضير لهم في ذلك، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. هذا هو الناصب، من ينصب لشيعة أمير المؤمنين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفي نجاسة الناصب: إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. في مستطرفات السرائر عن محمد بن علي بن عيسى أنه كتب إلى أبي الحسن الهادي يسأله عن الناصب. هذه الرواية طبعا هناك فت خلاف بين العلماء بأنه المخالف ناصب مطلقا، يعني من يقدم الأول على أمير المؤمنين هذا ناصب. البعض من الأعلام ذهب إلى ذلك أنه كل مخالف ناصب. البعض الآخر من الأعلام ذهب إلى أن من يبغضه ويجهره بذلك فهو ناصب. فهناك يعني خلاف حتى فقهي. صحيح الظاهر الإسلام موضوعا كفار ولكن حكما مسلم، يعني أحكام الإسلام الظاهرية موجودة ولكن واقعا كفار. فهذه الرواية تشير إلى القول الثاني أنه يسأله عن الناصب: هل يحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديم الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ بس هذا. فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب. هو هذا الناصب. في رواية ينقلها الكشي عن ابن أبي عمير عن الرضا سلام عن الجواد سلام الله عليه: سألته عن الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، قال: وردت في النصاب والزيدية والواقفية من النصاب. الزيدية والواقفية من النصاب، هؤلاء مع أنها فرق من الشيعة ولكن مو الإمامية الاثنى عشرية. زين في السرائر يحكم بكفرهم المطلق المخالف. الشهيد نور الله التستري كذلك، الطوسي في التهذيب كذلك، صاحب الحدائق السيد نعمة الله الجزائري، الشهيد الثاني في روض الجنان، هؤلاء يقولون بأن النصاب مطلق المخالف ناصب. ولكن من جهة أخرى الصدوق رضوان الله عليه الشيخ الأعظم الأنصاري وكثير من العلماء لا يرون من لا يظهر بغضه للأئمة المعصومين ناصبيا، فمو المخالف مو ناصبي مسلم لأن الناصب له حكم خاص. زين هذا بالنسبة إلى يعني اختصار حول موضوع الناصب. طبعا مثل السيد الوالد يرى أن الموضوع موضوع الكفر متحقق فيهم ولكن الحكم مرفوع عنهم للتسهيل، لأن الشيعة عموما كانوا في أجوائهم يعيشون معهم، فالتسهيل لأمر التسهيل أجيز الزواج بهم مثلا في غير من يظهر العداء اللي تلك الرواية يمكن الجمع بينها. من يجهر العداء لا يمكن أن يتزوج شيعية، أما من لا يجهر العداء يكون مخالف وقد يكون منصف، وكثير من المخالفين منصفين إذا سمعوا الحق يتبعوا، بس المشكل مضلل عليهم. فإن لم تخف الشيعية على دينها فيمكن أن تتزوج مخالفا وقد تؤثر في هدايته أيضا، وكثير من القضايا موجودة في هذا الحقل. هذا الموضوع
الثاني. الموضوع الثالث وباختصار، هنا في هذه الرواية أكو إشارة إلى كيفية خلق الجنين، أنه هل يكون من أبيه؟ لماذا يشبه أعمامه؟ لماذا يشبه أخواضه؟ خلق الجنين، الجنين يمكن بعض الأحيان يشبه أعمامه، بعض الأحيان يشبه أخواضه ولا يشبه أعمامه، فشنو الحكمة من ذلك؟ فهنا رسول الله صلى الله عليه وآله يشير إلى الحكمة في ذلك أو العلة في ذلك، وكذلك يبين قضية طبية. بس هذه القضية الطبية العصر الحديث وصل إليه، لم يصل إليه أمر آخر، وللعلامة المجلسي تحقيق في المسألة، أنا أذكر جزء منه إن شاء الله عند التطبيق. فكثير من القضايا الطبية عن الأئمة المعصومين أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فتارة وصل إليها العلم الحديث، واحد يستشهد بصحة ذلك الكلام بالعلم الحديث أيضا، وتارة لم يصل إليه العلم الحديث أو خالف. بس المشكلة في العلم الحديث أنه كثير من الأحيان أنه هم نظرياتهم تختلف، يمكن يلتزمون بشيء وبعد ذلك يظهر ومن ينسف هذا الرأي ويتبنى غير هذا الرأي، فلا يمكن الاعتماد على ذلك أبدا. وإن كان هناك في الروايات ما يخالف البداهة فيجب تأويل هذه الرواية، إذا كان ما يخالف البداهة يعني الأمر الواضح، رواية ذكرت أمرا هذا الأمر تخالف البداهة، فيجب تأويل هذا الكلام أو رد علمه إلى أهله، لا إسقاط الرواية عن الاعتبار والقول بكذب بكون هذه الرواية مكذوبة على رسول الله وعلى الأئمة، لأن البعض بضاعتهم هذه، فالرواية يشوف يمكن الآن هذا العصر ما يتحمل هذه الرواية أو ما يفهمها، أو هناك فالبروفيسور غربي كاتب التقرير وذاك التقرير يخالف مؤدى هذه الرواية فيقول هذه الرواية مكذوبة ومن الإسرائيليات. كلا، إما يجب أن نحمل الرواية على محمل صحيح وإن خالفت البديهة، وإما أن نرد علمها إلى أهلها من صدر ما الذي يقصدونه، فننتظر ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ليفسر لنا ما قصده أحد آبائه عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام. أما أن يأتي شخص ويقول ثلث الكافي أو نصف الكافي إسرائيليات لأنه لم يفهم كثير من الروايات، فهذا هو في مدى تمسكه وتسليمه لروايات أهل البيت نظر، مو أنه يجي يسبع عقلا ناقص. وإن كان قضية ضرورية وبديهية مثل إحدى القضايا التي كثيرا ما يهرجون عليها في بعض الروايات، أن العالم على مثلا قرني ثور، شنو هذا العالم؟ هو واضح مو على قرني ثور، وهذا إلا إما عبارة مجازية وإما حقيقة مو هذه الكرة الأرضية هي أصغر من قطرة في محيط عظيم في العالم الآن، يمكن حقيقة فتشي مثل بنات النعش في السماء، يمكن فتشكل هندسي موجود هذا الكون على ذلك الشكل الهندسي، فهذا الشكل الهندسي يشبه رأس ثور مع قرن. في إشكال يعني واحد هكذا يحلل، أم يأتي ويقول بأنه هذه رواية مكذوبة؟ لا يمكن. فهنا إحنا ما ندخل في تفاصيل ما ذكره رسول الله. طبعا الآن أكو أنا شفت يعني قضايا علمية تثبت صحة هذا الكلام، بس خلي تكون القضايا العلمية ضد هذا الكلام أو لا تشير إلى هذا الكلام، فلا تشير. رسول الله صلى الله عليه وآله قال نتعبد به، فإما قوله كنايات وعبارات للتقريب، كثير من لأنه يكلم الناس على قدر عقولهم، مو المفروض واحد رسول الله يجي يبين كل الحقائق، هناك مفروض شخص جاي دا يسأل والرسول حسب مستوى علمه دا يبين مو ما هو مخالف للواقع، لأنه المجازات والاستعارات والتشبيهات هذه كلها مطابقة للواقع. عندما تقول زيدون كثير الرماد هذا كذب، الآن واحد ماكو بالحطب يطبخ، القنينات الغاز موجودة، هذا كناية استعار. إذا قال جبان الكلب وما عنده كلب تقول هذا ده يكذب، فإذن يجب أن نذهب إلى ظواهر الألفاظ ويجب أن نذهب إلى المعارض والتورية أيضا، الحجج الخفية، فلا يمكن أن نترك الحجج الخفية ونرمي الرواية بالكذب والعياذ بالله. لاحظوا فلنكمل الرواية. ويقول مرة رسول الله
في فضائل أمير المؤمنين، وهذا كان سبب مخالفة النصاب لعلي بن أبي طالب ولجبرائيل، لأن هذه الروايات رسول الله كان ينقلها عن جبرائيل كما فصلناها في البحث السابق. ويقول مرة إن ملائكة السماوات والحجر، وبينا الحجر ملائكة الحجر وتفصيل الحجر في أيضا بحث سابق، ليشتاقون إلى رؤية علي بن أبي طالب عليهم السلام كما تشتاق، التشبيه لطيف، الوالدة الشفيقة، هي الوالدة وهي تشفق ولكن بهذه الخصوصيات، الوالدة الشفيقة إلى ولدها البار اللي دائما يخدمها ويتواضع لها ويهيئ حاجاتها، هذا الولد البار الشفيق يعني الحنون. إذا واحد تارة يخدم وهو عصبي ويغلظ وكذا، يقدم الخدمات ولكن عنده حالة من العصبية في طريقة المعاملة مع والده، وتارة لا، هو حنون، الولد البار الشفيق. آخر من بقي عليها بعد 10 دفنتهم، التشبيه، هذه المرأة كان عندها 11 ولد، هذا آخرهم، الباقين كلهم ماتوا وهي دفنت أولئك العشرة، فشلون يكون ارتباطها القلبي بهذا الولد، شلون تشفق عليه وتحب هذا الولد. هكذا الملائكة ليشتاقون إلى رؤية علي بن أبي طالب، مثل هذه المرأة التي تشتاق إلى رؤية ابنها بهذه الأوصال، هكذا للتقريب. فكان هؤلاء النصاب يقولون إلى متى يقول محمد صلى الله عليه وآله، جبرائيل، ميكائيل، الملائكة، يجيب أسماء هؤلاء إلى متى؟ كل ذلك تفخيم لعلي وتعظيم لشأنه. يقول من وجد برد حبنا في قلبه فليدعو لوالدته، وبالعكس لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وإلا كافر إلا ولده زنا في روايات متعددة. ويقول الله تعالى لعلي خاصا من دون سائر الخلق، يعني لماذا الله اختص علي بن أبي طالب بهذه الفضائل ماكو غيره؟ برئنا والعياذ بالله من رب ومن ملائكة ومن جبرائيل ومن ميكائيل هم لعلي سلام الله عليه بعد محمد مفضلون. ما نريد هذا الدين اللي يمجد علي بن أبي طالب، وهذا هذا الإله الذي يمجد عليا ما نريده وما نقبله. وبرئنا من رسل الله الذين هم لعلي بعد محمد مفضلون، مثل ما قال ابن باز للعم الشهيد على المنقول بعد أن نظره في قضية بناء البقيع فترة من الزمن وغلبه وانقطعت حجة ابن باز، فقال انظر لو خرج الرسول من قبره وقال هذا جبرائيل نزل علي من الله ويقول إن علي بن أبي طالب هو خليفتي، مو الأول والثاني، أنا ما أقبل منه. حسب المنقول أنه صرح ابن باز للعم الشهيد رضوان الله عليه. وأما ما قاله اليهود هذا بالنسبة إلى النصاب، أما قضية اليهود وعداء اليهود لجبرائيل فهو أن اليهود أعداء الله، وصف اليهود هؤلاء أعداء لله. لما قدم رسول الله المدينة أتوا، هذا خبر أن يعني أن اليهود أتوا رسول الله بعبد الله بن صوريا، هذا كان عبد من عبيدهم وهو أعلم علمائهم، فقال يا محمد كيف نومك؟ كيف النوم؟ لأنه إحنا عندنا في كتبنا أن نبي آخر الزمان له نوم خاص، فشلون نومك؟ وتتدعي النبوة وتقول أنا خاتم الرسل. فقال صلى الله عليه وآله كيف نومك؟ فإنا قد أخبرنا عن نوم النبي الذي يأتي في آخر الزمان. فقال صلى الله عليه وآله تنام عيني وقلبي يقظان. النوم نوم العين مو نوم القلب، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو محور الكون وبوجوده ثبت الأرض والسماء، والله عز وجل جعل هؤلاء بيدهم
إدارة شؤون الكون، فما يمكن أن لحظة يغفلون عن الكون. فأنا قلبي يقظان وعيني تنام. فقال صدقت يا محمد، أنت صادق. زين، هذا الاختبار الأول والسؤال الأول. ثم قال فأخبرني يا محمد، الولد يكون من الرجل أو من المرأة؟ الولد البويض هي يعني منشأ الولد أو الجنين الذي يخرج من الرجل، فما هو المنشأ؟ هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أما العظام، يفصل، أما العظام والعصب والعروق فمن الرجل، وأما اللحم والدم والشعر فمن المرأة. قال صدقت. بس هذا ينطبق عليه العلم الحديث أم العلم الحديث يقول كلا كل من الرجل أو كل من المرأة؟ لا يهمنا العلم الحديث، بس طبعا أنا شفت تحقيقات متعددة أنه ينطبق على هذا الآن، غير أنه هذه الرواية رسول الله صلى الله عليه وآله مو في مقام التفصيل والبيان، هو ده يسأله فالرسول أجاب وأشار الجواب الصحيح فأخذ، لأنه كان عالم بكتبهم ويمكن عنده علوم مختلفة أخرى. مثلا في رواية في البحار ذاكرها العلامة المجلسي، أنا جبت هذه الرواية شوية بتفصيل عن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه في بيان هذا الأمر، أذكر بعد أن نكمل هذا المقطع. ثم قال ابن سوريا اليهودي يا محمد، فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شيء، تارة هكذا، ويشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أيهما على ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له. على يعني أسرع. الآن طب الحديث أيضا يلتزم بذلك، فإن وصلت المرحلة إلى النشوء قبل الرجل، إلى تلك المرحلة من النشوة قبل الرجل، فيكون الولد بوصف أمه وإلا فبوصف أبيه. قال صدقت. فأخبرني عمن لا يولد له ومن يولد له. ليش واحد عقيم، ليش واحد ينجب؟ فقال إذا مغرت النطفة، يعني حمرت كدرت مو شفاف، إذا النطفة على هذه الصورة لم يولد له، أي إذا حمرت وكدرت، فإذا كانت صافية ولد له. إذا نطفة صافية يولد له وإلا فلا. بس واحد يمكن يروح بالمجهر يشوف هذه النطفة لا تختلف عن تلك النطفة. هذا إشارة إلى معنى آخر، تفصيل يبينه رسول الله أو يشير بمقدار حسب علمه، يمكن بعض النطف تختلف بالفعل، فهذا أيضا إما أن يرد علم إلى الأئمة إلى الرسول صلى الله عليه وآله، وإما أن سيثبت العلم الحديث لاحقا أن هذا نوع من الإحمرار والكدورة اللي بطريقة أخرى يمكن أن تكتشف، مو بهذه الأجهزة اللي الآن عندهم. هسه لاحظوا رواية الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، يقول أما الولد فإن الرجل إذا أتى أهله بنفس ساكنة وجوارح غير مضطربة، كان مستقر مرتاح، مو مستعجل مو مضطرب، اعتجلت النطفتان كاعتلاج المتنازعين مثل المخاصمة، فإن علت نطفة الرجل نطفة المرأة جاء الولد يشبه أباه، وإن علت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه أمه. أما إذا أتاها بنفس منزعجة، شوفوا الإمام شوي ليفصل هنا، وجوارح مضطربة غير ساكنة اضطربت النطفتان فسقطتا عن يمنة الرحم ويسرته، فإن سقطت على عروق الأعمام والعمات فيشبه أعمامه وعماته، يعني كأنما في الرحم تكون هناك عروق مختلفة، وإن سقطت عن يسرة الرحم سقطت على عروق الأخوال والخالات فيشبه أخواله وخالاته. فقام الرجل وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. العلامة المجلس هنا لألافة بيان يقول أقول يحتمل أن يكون المراد أنه إذا لم تضطرب النطفة تحصل المشابهة التامة، لأن الكذا يخرج من جميع البدن فيقع كل جزء موقعه، وإذا اضطربت حصلت المشابهة الناقصة فيشبه الأعمام إذا كان غلب كذا الرجل
لأنهم يشبهون الأب مشابهة ناقصة، وإن غلب كذا الأم أشبه الأخوال. شوفوا هسه بالنتيجة، وأنا طبعاً شفت تقارير متعددة اللي تؤيد، طبعاً مو في مقام التأييد لهذه الرواية، تصب في نفس مؤدى هذه الرواية. فقال صدقت يا محمد. اللهم صل. إن شاء الله نكمل الروايات في البحث المقبل. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.